رئيس مجلس السيادة يوجه بتعزيز التعاون في المجالات العسكرية بين السودان وأثيوبيا. تمديد التفاوض بين الحكومة والجبهة الثورية إلى 9 مايو. استمرار تجاوب السودانيين مع مشروع الجوم للسودان في يومها 7. بعد نحو 100 يوم على تفشي وباء كورونا، حصيلة الوفيات تقترب من 100,000 حالة. بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدون الأفاضل أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان تستهله الزميلة نازي بن عوف. شكرا. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري مساء أمس رئيس المخابرات العامة لواء عباس كامل ووزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية دكتور محمد عبد المعطي. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بجانب التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية. ونقل رئيس المخابرات لرئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للسودان وشعبه بكل تقدم وازدهار. كما التقى الوفد المصري ورئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وبحث معه العلاقات الثنائية. وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسي هيئة الأركان في السودان وأثيوبيا بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في كل المجالات العسكرية والأمنية. والتقى البرهان ببيت الضيافة بالخرطوم رئيس هيئة أركان الجيش الأثيوبي الجنرال آدم محمد محمود والوفد المرافق له بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين. التقى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي دكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم الوفد العسكري الاثيوبي الزائر للبلاد برئاسه رئيس هيئه الاركان الاثيوبي الفريق اول ركن ادم محمد محمود، وذلك بحضور رئيس هيئه الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين ومدير هيئه الاستخبارات العسكريه الفريق ياسر محمد عثمان، وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. اتفق الجانبان السوداني والاثيوبي على تأمين الحدود بين الجانبين، وعقد الجانبان مباحثات عسكرية بالخرطوم برئاسة رئيسي الأركان في البلدين، كما شملت المباحثات تعزيز التعاون العسكري والأمني على طول الشريط الحدودي. وقال رئيس هيئة الأركان الفريق أو الركن محمد عثمان الحسين، قال إن زيارة الوفد الأثيوبي جاءت بغرض التباحث في القضايا الأمنية والعسكرية وتعزيزها، وأشار إلى أن الاجتماع شدد على التعاون في مكافحة الجرائم العابرة. ومن جهته أكد رئيس أركان الجيش الأثيوبي الجنرال آدم محمد محمود أهمية التعاون بين السودان وأثيوبيا، وقال إنهم توصلوا لاتفاقيات تدعم العلاقات بين البلدين. كانت هذه الزيارة بغرض تباحث في علاقات البلدين، العلاقات الأمنية والعسكرية على وجه الخصوص، وخرط الوفد في اجتماعات معنا منذ الصباح الباكر وحتى هذه الساعة، ناقش الاجتماع كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني بين الدولتين ومستقبل العلاقات بين الدولتين والعلاقات الأمنية بالأخص. تطرق الاجتماع للمسائل المتعلقة بحدود البلدين، ووضع التنسيق اللازم لمكافحة الجرائم العابرة للحدود من جرائم الإرهاب وتجارة البشر وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة والذخائر. والحمد لله في ختام هذا الاجتماع خرج الجانبين بتفاهم كامل وتنسيق
مستديم للعمل سويا إن شاء الله لتأمين الحدود بين البلدين. وقد التقينا اليوم واجتمعنا مع نظرائنا السودانيين لبحث المشاكل وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، تقييم الاتفاقيات العسكرية السابقة وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والإثيوبية. وفي اجتماعنا هذا قد توصلنا إلى اتفاقات شاملة حول تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون القائم بين البلدين. ذكرى إحياء ثورة ديسمبر السلمية، حرية، سلام، عدالة. اتفقت أطراف التفاوض في سلام السودان الجاري حاليا في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان على تمديد فترة التفاوض حتى 9 مايو المقبلة. ووقع على الاتفاق لتمديد فترة التفاوض كل من الجبهة الثورية السودانية والوساطة الجنوبية ليمتد من 9 أبريل الجاري إلى 9 مايو المقبلة، ورفع النص للحكومة السودانية للتوقيع عليه. ومثل الوساطة المستشار تود جولواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام الجنوبية ووقع عن الجبهة الثورية قادة مكونات الجبهة الثورية، بينما بعث النص ليوقع عليه لاحقا الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ممثلا لحكومة السودان. وأشار جبريل إبراهيم إلى مساعي بين أطراف التفاوض والاتحاد الأوروبي لمواصلة التفاوض عبر الفيديو كونفرنس لحين زوال الأسباب التي تحول دون وصول الوفد الحكومي إلى جوبا. امتدحت وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان أنجلينا تونجا الدعم السخي الذي قدمته قوات الدعم السريع للجيش الموحد بدولة الجنوب من خلال توفير 50,000 لبسة، وأشارت إلى الدور المهم للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في سلام الجنوب. ترتكز علاقة السودان ودولة جنوب السودان على ثوابت قوية تدعم التعاون بين البلدين في شتى المجالات، حيث يقف دور الخرطوم في سلام الجنوب ومتابعة النائب الأول لمجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو على كل تفاصيل إنفاذ الاتفاق خير شاهد على حرص السودان واهتمام القيادة المباشر بأمن واستقرار الجنوب، فضلا عن الدعم السخي الذي ظلت تقدمه قوات الدعم السريع عن طريق توفير ملبوسات للجيش الموحد بدولة الجنوب. لعب دور كبير جدا، فعشان كده نحن قدرنا شنو نكون الحكومة يوم 22 في فبراير. الملف والدعم لها الدعم كبير، يعني هسي من السودان جانا دعم عيني في شكل مواد تموينية، في شكل مواد للتدريب، وفي أوفر إنه بيساعدونا بمدربين، في أوفر تاني إنه وده كله كان النائب الأول جاء واتفقنا على حميتي، في أوفر بتاع إنه كبار الضباط ممكن يتدربوا في السودان. وبالمقابل فأن جوبا لها أدوار متعاظمة في دفع جهود إحلال السلام بالسودان من خلال رعايتها لمفاوضات السلام السودانية، لذا يأتي الدعم السوداني تتويجا لهذه العلاقات المتميزة. كون حالية جديدة الحالية العسكرية من الشرقة في السودان يوغانا لتقول القوات لمعسكرات ودفع، وبعدها هذا دعم عسكري كبير جدا بين لبس عسكري 50,000 لبسة للقوات في ميدان،
وبعدها فتح لنا كل المنابر بتاع السودان دخولا الطائنات للجيش في مناطق الودودية أو جيش ذاك المعسكرات ده كله دعم الكبير لجين من حكومة السودان أمركم نحيي ونتولى حنا مجهود كبيرة جدا دفعنا السلام وصولا أن نحن مرار وصلنا فيه الآن. قناعة قيادتي البلدين في الخرطوم وجوبة بأهمية تحقيق السلام والاستقرار تجعل كل الأطراف تدعم وفق إرادة جادة مشروعات السلام من منظور أن استقرار جنوب السودان يعني بالمقابل استقرار السودان. رحبت وزارة الخارجية بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن الخاصة بوقف إطلاق النار في كافة أرجاء الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة والدعوة للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية لمعالجة تفشي فيروس كورونا في اليمن. وضعت الوزارة في بيان لها الميليشيات الحوثية للاستجابة لهذه الدعوة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق إيقاف فعلي لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها في اليمن، إضافة للانخراط مع المبعوث الأممي بشكل جاد للتوصل لإنهاء الصراع ولحل سلمي سياسي شامل ومستدام. ونشدت الوزارة المجتمع الدولي الوقوف مع الشعب اليمني من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية ودعم الجهود المبذولة لتهيئة البيئة لمكافحة انتشار جائحة كورونا. بعد مضي أسبوع على مبادرة الجوما للسودان، يستمر التدافع السوداني للمساهمة في المبادرة أملا في أن تلبي طموحات وأمال مستقبل الشعب السوداني. عبر تاريخ السودان القديم والحديث لم يتخلف السودانيون عن أي دعوة كان فيها الوطن هو الهدف الأول والأخير. إن دعوة رئيس الوزراء لمبادرة الجوم للسودان يجب أن تستنهض في ضمير الشعب السوداني كل نداءات الوطن، وأن يتناسى الجميع كل المثبطات الوطنية والاختلافات السياسية. هو قد بدا واضحا استجابة الشعب السوداني لنداءات الجوم للسودان حتى وصل الرقم إلى 83 مليون جنيه. هو ربما طرأت أفكار ومبادرات جديدة في إطار التدافع نحو الجوم للسودان، فهل من المتوقع أن نشهد جومة الزراعيين مثلا أو الأطباء أو المعلمين أو المغتربين أو حتى الأحياء الشعبية أو قومات المدن أو عمال النسيج مثلا أو أي حزب سياسي؟ فطالما نصوب سهامنا نحو الوطن فلا غرو أن نرى كل شرائح المجتمع السوداني بكل طوائفهم وأسمائهم وفئاتهم ومكوناتهم وهم يتزاحمون على بوابات الوطن. والمستقرئ لتاريخ الشعوب يجد أنه كلما التفت الشعوب على مشروع وطني لبناء أوطانها نالت ما تريد وصعدت الثريا، وكلما اختلفت الشعوب على مشروع وطني طارت سهامها وتشتتت ودب في أوصالها الوهن والخلاف. والعشم يمضي نحو أن تكون مبادرة الجوم للسودان مشروعا وطنيا، لا لجمع المال فقط ولكن لجمع الإرادة والعزيمة السودانية والوطنية. هو في هذا الإطار يجب أن لا نوغل في التفاؤل، فلا بد من وضع المحاذير للتحديات المتوقعة واستقراء الواقع المحلي والإقليمي والدولي. ولكن يظل العشم كبيرا في استجابة السودانيين للمساهمة في الجوم للسودان حتى نرى أموال المساهمين وقد تحولت إلى برامج ومشاريع وتنمية وإنتاج وازدهار اقتصادي. وسيظل السودان دائما وأبدا في حدقات العيون. محمد الشنيدي، تلفزيون السودان، الخرطوم. إن معركة
البناء والإعمار هي استكمال للخطى المجيدة التي مشى عليها أبناء وبنات الشعب السوداني في ثورته المستمرة والتي توجت بإسقاط النظام المخلوع. والآن سنكمل هذا الطريق إلى المستقبل المشرق لشعبنا وأمتنا وبلادنا عبر الانخراط الجاد في مشاريع التنمية الديمقراطية والمشاركة في بناء وإعمار الوطن. القوم للسودان هنا ومهما سويت لك بسيط. القوم للسودان رح القوم للصوت الصفح. انت تستاهل كثير انت يا كل الفرح. هذه الحملة الشعبية جاءت نتيجة لتضافر من الجهود والمبادرات الشعبية المستمرة للشعب الملهم، وهي تستهدف مشاركة كل سوداني وسودانية داخل وخارج البلاد، وستقف دليلا على وحدتنا وتماسكنا وعزمنا الجماعي على إخراج السودان من هذه الأوقات الصعبة وإعادة بنائه. القوم للسودان هنا ومهما سويت لك بسيط. القوم للسودان رح القوم للصوت الصفح. انت تستاهل كثير انت يا كل الفرح. القوم للسودان. إن عمل هذه الحملة لن يتوقف عند حالات الطوارئ، مجرد أن نتغلب على معارضة القضايا الملحة سوف نطرح لجماهير شعبنا الأبي المشاريع الاستراتيجية القومية طويلة الأجل في مجالات الزراعة والصناعة وتطوير المواني وتأهيل السكة الحديد والسدود وغيرها، والتي تبنتها الدولة، وسنشرع في تنفيذها بتضافر الجهود الرسمية والشعبية. حفظ الله السودان وشعب السودان. انت تستاهل كثير انت يا كل الفرح. القوم للسودان القوم ليك يا بلدي معك من اي مكان وبيك قادرين نعدي. القومة قومتنا وبلدنا بتعمر لنا. أكد والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوج لاستقرار الأوضاع الصحية بالولاية، ورحب الوالي بوفد وزارة الصحة الاتحادية الذي وصل مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور بغرض رفع قدرات الكوادر الطبية بالولاية وطريقة التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة وتركيب الأجهزة والمعدات الجديدة. ويضم الوفد مهندسين طبيين واستشاريين في مجال التحضير والعناية المكثفة. التدريب الكادر الطبي الموجود في الولايات بطريقة استعمال الجهاز التنفس الاصطناعي، والوفد بيضم مهندسين طبيين يشرفوا على تدريب المهندسين الطبيين بالولايات وحصر الأجهزة بتاعت التنفس الاصطناعي الموجودة في الولايات وتقييم الحالة بتاعت الأجهزة. زي ما كلنا عارفين إنه المرض بتاع كورونا هو بيصيب الجهاز التنفسي، وزي 5% من المرضى قد يحتاجوا لعناية مكثفة، وبالتالي ده الغرض من الزيارة إنه إحنا ندرب التيم الطبي والكادر الطبي الموجود في الولايات على طريقة استخدام جهاز التنفس الاصطناعي. والدورة هتكون في الفاشر هنا لمدة يومين. أكدت ولاية النيل الأبيض في مؤتمر صحفي اكتمال التجهيزات لمركز العزل بالولاية في مستشفى ربك للأطفال، والذي يسع لأكثر من 150 سريرا بالإضافة إلى أجهزة التنفس لغرفة العناية المكثفة، وذلك لمكافحة جائحة كورونا، بجانب توفير معدات وأجهزة الفحص الأولي لحالات الاشتباه وأربع عربات إسعاف لمركز العزل. وتبلغ مراكز التقصي المرضي بالولاية 156 مركزا، منها 11 مركزا بمعسكرات اللاجئين. كما تسلمت الولاية معدات ومعينات إضافية من وزارة الصحة الاتحادية لمجابهة جائحة كورونا، وقامت بتدريب 480 فردا لغرف التقصي المجتمعي. الحمد لله الولاية ما فيها حالة إلى الآن كورونا ولا حالة اشتباه. عندنا أشخاص بنتابع عبر الرصد وبنراقبهم بطريقة مستمرة. في نفس الوقت التدريب مستمر، معينات وصلت من الاتحادية وعنبر العزل جاهز، وهسه بدينا نفكر إلى قدام نعمل مستشفى لعنبر أخرى إذا اقتضت الحاجة. 156
سنتينل سايد بتبلغ يوميا من مراكز التقصي، بتبلغ يوميا تقريرها لغرفة الطوارئ. تسعة مراكز موجودة في معسكرات الجنوبين واثنين في نقاط العبر. عندنا تنسيق مع الهيلث انشورنس، التأمين الصحي، 173 مركز تأمين صحي كلهم يبلغوا تقاريرهم، عندهم فوق البيرسون أو شخصي مزول في التأمين الصحي. أكد والي الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير أن عملية تطهير وتعقيم السوق العمومي بواد مدني بمادة الكلور تهدف لمنع انتقال فيروس كورونا. وأكد الوالي تسخير إدارة الولاية ومريضها كافة للصحة للعبور بالجزيرة إلى بر الأمان، وستستمر الجهود لاستكمال عمليات التطهير والتعقيم بكل أسواق الولاية. وأكملت ولاية الجزيرة تجهيز مراكز العزل والإيواء والتدريب الكوادر الصحية عبر تجهيز الفرق للمستشفيات للتعامل مع حالة كورونا. الفترة بتاعت غررنا إنه فيها يكون فيها قفل السوق قفلي تماما، فبعد ذاك في قفل جزئي بدينا فيه. يمكن في الفترة دي نحن كمية النفايات والأوساخ كانت موجودة في السوق، نحن حاولنا بقدر الإمكان نخليه ويكون السوق ده يعني نظيف. وبحمد الله اليوم نحن بنكمل في المرحلة بتاعت التعقيم أو التطهير للسوق ذاته. مادة الكلور هي المادة المطهرة، فاستخدمناها في هذه العربات حتى وإنه تغطي لنا مساحة كبيرة من السوق، ونحن ناويين إن شاء الله هذا السوق كله يمكن نغطيه وبقية الأسواق الموجودة في مدني، ومن ثم ننتقل للأسواق الموجودة في محلياتنا في المدن الكبيرة. نحن الحمد لله في وزارة الصحة والإجراءات الأخرى نطمئن المواطنين بأنها اكتملت تماما من حيث تجهيز المستشفيات بمراكز عزل مجهزة بكل ما يلزم لاستقبال الحالات المشتبهة أو لا قدر إذا هنالك حالات مؤكدة. تم الآن تجهيز مستشفى النبت ليكون مركز للعزل للحالات الموجبة لا قدر الله سبحانه وتعالى إذا ظهرت. أطلقت محلية بدأ سوقي ليبيا وأبو زيت اليوم الجمعة وغدا السبت بغرض النظافة وإزالة المخلفات والتعقيم لمحاربة وباء كورونا واستنفار جهود الأجهزة الصحية ومشروع النظافة وحشد الآليات والإمكانيات الصحية في عملية النظافة للسوق والشارع الرئيس بمشاركة واسعة من لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بسوقي ليبيا وأبو زيت، وتعاون التجار بسوق ليبيا مع الموجهات والإرشادات الصحية بغرض تجنب الإصابة بالمرض واستجابة لقرار لجنة الطوارئ الصحية للنظافة. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة منال إسماعيل عبد الله. أسعد الله أوقاتك دكتورة. ويعني حسب متابعتكم، يعني هل ترين أن الوضع تحت السيطرة أم أنه من الممكن أن تزيد الحالات بمعدلات كبيرة؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. حتى الآن الحمد لله الوضع الأمور تحت السيطرة، والحمد لله لحد الآن في السودان يعني الفيروس ليس فتاكا، وأغلب الحالات من خارج السودان، ولكن كل ما نريده الحذر، لا بد من الحذر والوقاية. والحكومة فعلت حسنا يعني بحظر التجول والتجهيزات اللي بتقوم بها في المستشفيات وأماكن العزل والتوعية والعثور على المرضى والحاملين للفيروس وعزلهم والعثور على من خالطهم وعزلهم برضه، ولكن لسه اللمه في الافراح والعزاء والحاجات والزحمه في المواصلات، الحاجات دي لسه شغاله. نعم. طيب الخوف من الزحمه والحاجات. دكتوره منال، يعني ما هي المضاعفات التي تحدث للمصاب بفيروس كورونا بخلاف الجهاز التنفسي؟ الأساس في الجهاز التنفسي في الرئتين في نوع يعني خلايا موجودة يعني في الرئتين، وفيها يعني بقول لي يعني بروتين بروتين إس، وفي إنزيم اسمه الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. نفس الإنزيم ده بتنتجه أجهزة تانية في الجسم، يعني مثلا الأمعاء الدقيقة، الكلى، القلب، الغدة الدرقية، لقوا هذه الأعضاء بتنتج بيتم التعبير عن هذا الانزيم برضه في اعضاء ثانيه ما في الرئتين بس. نفس الانزيم ده موجود في الامعاء الدقيقه، في الكلى، في الغدد، وبرضه في الخصيتين.
يعني هي تصيب هذه الأجهزة يعني بالإضافة أيوة إليها؟ أيوة 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 بتصيب كل الأجهزة، يعني ممكن تعمل فشل كلوي، ممكن تعمل إصابة في القلب، في عضلة القلب، التهاب في غشاء القلب، أو تصيب عضلة القلب، ممكن تصيب الغدة الدرقية. يعني هي تتغذى على هذا الأنزيم يعني؟ أيوة هي هي ده مستقبل من مستقبلات حقات الفيروس. برضو في الخصيتين، وأسه هم الباحثين بدرسوا هل هو حيأثر على يسبب العقم أو يؤثر في إنتاج الحيوانات المنوية، ده قيد الدراسة. لكن نفس برضو في الخصيتين يتم التعبير عن هذا الإنزيم برضو، يعني ما في الرئتين بس هذا الإنزيم. طيب يعني كيف تنظرين إلى واجب الدولة لحماية النازحين والعاملين في التعدين الأهلي وغيرهم من الفئات الأقل قدرة على حماية نفسها، يعني مثل السجناء ودار العجزة؟ طبعا دي مسؤولية الدولة، كل الشرائح دي، كل الشرائح الضعيفة هي مسؤولية الدولة، ولازم الدولة تدعمهم وتوفر لهم السلع الأساسية واحتياجاتهم، زي ناس التعدين دي احتياجاتهم المفروض ترجعهم، زي السجناء تطلق عدد منهم حتى لو بشروط، أو المهم يعني حتى لو الناس اللي لابد أن يكونوا في السجون المفروض يكونوا في مناطق مفصلة، يعني لازم هي تضمن أنه المواطنين دول في بيوتهم، حتى تضمن عدم خروجهم، حتى لا يلتقطوا العدوى من الزحمة. لازم تكون في تدابير قوية للصحة العامة حتى لا تتأثر البلد بهذا الفيروس، يعني زي الناس شايفين في أوروبا وأمريكا حتى قبل كده والصين وكده، يعني نحن الصحة هنا هشة، يعني النظام الصحي هش ما بيستحمل أي، ربما الظروف يعني أيضا هي التي النظام الصحي هش ما بيستحمل. هل المصاب بالفيروس يعني بعد أن يتعافى منه يحتاج إلى إعادة فحص مرة أخرى؟ يعني هل يصاب مرة أخرى بهذا المرض؟ والله هو ممكن يصاب، لكن مدام هو يتعالج وطلع سليم ما بيحتاج في الروتين كده، ما بيحتاج تاني فحص. إلا ممكن الناس تشوف الأجسام المضادة للبحوث وكده، يعني ممكن للدراسة يعمل لقاح يعمل كده، ممكن يفحصوا له تاني يشوفوا عمل أجسام مضادة ولا لا. لكن عادة هو لا يحتاج يعني في الروتين انه يفحصوا له تاني. ده منفصل بانه ممكن تجيب اصابه ثانيه، ممكن في ناس جهازهم المناعي ضعيف وما بكون كون اجسام مضاده، يعني فيه خلل ممكن يرجع له المرض، ممكن يصابه مره اخرى بنفس العنف، يعني الذي اصيبه ممكن يصاب ايوه مره اخرى، عنده خلل في الجهاز المناعي. لكن اي مريض يطلع منك ويبقى سليم ما بتحتاج انت تفحص له مره اخرى. طيب دكتورة منال إسماعيل عبد الله، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيلا. تذكير بعناوين الأخبار في نهايتها. رئيس مجلس السيادة يوجه بتعزيز التعاون في المجالات العسكرية بين السودان وأثيوبيا. تمديد التفاوض بين الحكومة والجبهة الثورية إلى 9 مايو. استمرار تجاوب السودانيين مع مشروع القومة للسودان في يومها 7. وبعد تفشي 100 يوم على بعد نحو 100 يوم على تفشي كورونا، حصيلة الوفيات تقترب من 100,000 حالة. إذن نهاية عرض أحداث اليوم، تحياتي وتحيات زميلتي نازك بن عوف وتحية الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.